ستاتي كيتشن. نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نقدم لكم طبق الدجاج والبطاطس في الفرن، كيجي لذيذ بزاف بمكونات بسيطه وسريع في التحضير. انا غادي نحضروا معكم اليوم بالفخيطه ديال الدجاج، وممكن نحضروا باي حاجه متوفره عندنا في البيت، اما الدجاجه ولا الصدر او لا اللي كان. كنتمنى انكم تجربوه، ولا عجبتكم الوصفه ديروا لايك، واللي كيشوف القناه اول مره يدير ابوني ويفعل زر الجرس باش يتوصلوا بجديد الوصفات. على بركه الله ندوزوا للمقادير. هنايا ربعه الفخيطه ديال الدجاج على حسب المتوفر عندكم، الدجاجه اللي كان مهم هو الدجاج، جوج بطاطات مقطعين، شويه ثوم بودره، صوص صوجا، شويه الابزار، الملح، معلقه كبيره د الموطار، شويه التحميره، خرقوم، شويه الكمون، شويه قزبر حبوب، سكينجبير، اعشاب منسيمه، عندي هنايا شويه الزعتر وزعتره وقتيل لاموسه. طريقه التحضير، كناخذ معلقه د الموطار كبيرة، شوية الإبزار، معلقة تحميرة، نص معلقة قزبر حبوب، نص معلقة سكينجبير، شوية الكمون، أعشاب منسيمة، شوية الخرقوم، ثوم بودرة، شوية ديال صوص صوجا، مقدار جوج معالق كبار، شوية الملح، شوية الزيت، نخلط المكونات اللي عندي ونرقدو فيهم الدجاج. كناخد الدجاج كنتكلو بطريقة باش كتدخل فيه هاد الشرمولة هادي اللي صاوبنا. انا عندي مشابط ديجا من قبل منين غسلتو، نبقى بنفس العملية حتى نكمل الفخيطات اللي عندي. كناخد البيريكس اللي كندخل الفرن، كنستفو فيه البطاطا، ونستفو قطع الدجاج. غادي ناخد شوية شرمولة اللي باقي عندي، غنضيفلو شوية زيت العود، ونزيدو فوق الدجاج والبطاطا اللي عندي. نغطيها بابيي سلفوريزي وندخلها للفرن. من بعد غادي تنزل المكونات كاملين، البطاطا والدجاج وكلشي. نوضع فوق منه بابيي الومنيوم،
ندخلو الفرن لي سخنت من قبل. نتلاقاو باش نقدم لكم الشكل النهائي ديال الطبق اللي قدمت لكم اليوم بعد ما زينته بالفرماج محكوك. كيبقى اختياري، كيجي غزال ومعلك، كيسخ انكم تجربوه وتبارطاجيو مع اصدقائكم وعائلتكم. فرجة ممتعة، الى الحلقة القادمة ان شاء الله.